هل يمدح رجل ترك اليمين في حق له واضح؟ إذا كان تعظيما لليمين نعم فإنه يمدح بذلك، إذا كان خوفا من الله نعم وتعظيما لليمين فإنه يمدح في ذلك وله في ذلك الأجر. ولو ترتب على ذلك ضياع بعض حقه في الدنيا؟ ولو ترتب على ذلك شيء من الدنيا إذا كان هذا من باب احترام اليمين وتعظيمها. نعم.